السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم هي بسكويت اللانكشير. بالحقيقة هذا البسكويت بيجمع ما بين هشاشة وطراوة البيتي فور وقرمشة السابلي. هو بسكويت غربي وبيشبه بالشكل بسكويت مغربي اللي هو الريش بوند، لكن بيختلف بالمكونات. حبيت اختاره بألوان، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. مقادير وصفتنا: عندي 4 كاسات طحين ابيض، كاستين نشا، كاستين سكر بودرة، كاستين زبدة. أنا هون مستخدمة كاسة زبدة وكاسة سمنة، تقدروا تستخدموا إما سمنة أو زبدة الكمية أو خليط مع بعض. معلقة كبيرة فانيلا، معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، 4 حبات بيض. طبعا البيض والزبدة بيكونوا بحرارة الغرفة. وبالنسبة للمقادير بتقدروا تعملوا نص الكمية، أنا عاملة كمية كبيرة بسبب أني بدي لونة، فأنتوا بتقدروا تعملوا نص الكمية وبتعمل كمية كبيرة من البسكويت. هلأ بما أنه الكمية كبيرة عندي رح استعين بالعجانة، بس بالنسبة للعجينة بتنعجن بالإيد وهي ما بدها عجن، مجرد لم. فأنا رح استخدم مضرب الخلط، مو العجن ولا الخفق، مضرب خاص للخلط فقط. رح ضيف الزبدة، ضيف معها سكر البودرة، ورح ضيف الفانيلا. هلا رح ابدأ بخلط الزبدة مع السكر ليدوب السكر مع الزبدة تماما. عندي هون امتزج السكر مع الزبدة، رح ارجع شغلها وضيف الحبات البيض وحبة حبة. ما خفقت البيض رح ارجع شغلها وابدأ باضافة النشا. انا هون الطحين نخلته، رح ضيف الملح والبيكنج باودر ورح ابدأ باضافة الطحين لاحصل على عجينة نوعا ما طرية. رح فرجيكم الملمس. طبعا كمية الطحين ممكن كمان تحتاجوا اكتر او اقل حسب حجم البيض، يعني انا حسب الحجم البيض اللي مستخدمته هاي الكمية. ممكن انتوا تزودوا 2 معلقة او تنقصوا 2 معلقة حسب العجينة عندكم. هذا شكل العجينة اللي بدي اياه، مثل ما شايفين مو عجينة مطاطية مثل الخبز، بدي اياها تكون بعدها طرية لانه هي عجينة بسكوت. رح اخذ اقسام من العجينة ولونها. طبعا هذا شيء بيرجع لكم، ممكن تعملوها بس سادة وبالكاكاو. انا رح استخدم ملونات غذائية ولون فيها البسكوت. القسم رح اتركه سادة. انا كل القطع بعد ما لونها بدي اغلفها بنايلو واتركها ترتاح بالبراد مدة نص ساعة. رح ضيف كمية من الكاكاو حتى ما يخرب معي قوام العجينة، رح ضيف 2 معلقة صغيرة من الزبدة. حاول لم العجينة لم وما أعجن عجين. هلا رح ضيف الألوان حسب المتوفرة عندكم. إذا كانت الألوان اللي عم تستخدموها بودرة ممكن تضيفوا 2 معلقة صغيرة زبدة. إذا عم تستخدموا سائل ما في داعي، أنا اللي عم بستخدمه جيل. ضيف بالتدريج اللون حتى احصل على اللون اللي بدي اياه.
ما ريحت العجينة لمدة نص ساعة بالبراد رح أبدأ بالتشكيل. هلأ قطعة صغيرة ورح كورها الحجم اللي أنتوا بتحبوه بهذا الشكل. كل الألوان اللي حضرتهم رح أشكلهم بنفس الطريقة. بعد ما شكلتهم أنا حميت الفرن قبل بعشر دقايق من الأسفل فقط وعلى درجة حرارة 180 وبحطها على الرف الوسط، بتركها ربع ساعة وبشوف إذا بتحتاج من الأعلى أو لا. هي الكمية اللي طلعت عندي ومثل ما شايفين ما شاء الله كمية كتير كبيرة. بالنسبة للتزيين حسب رغبتكم ممكن تتركوهم سادة بهذا الشكل يتقدموا، وممكن أنا رح استخدم الشوكولا ومربى المشمش، وعندي فستق حلبي وعندي سكاكر ملونة حبيبات. حطيت مربى وطالعت على الأطراف لأني بدي غطسها بهذا الشكل. إذا بدنا نقدمها بالشكل اللي هي بتتقدم فيه بنحط كمية بسيطة من المربى. طبقنا صار جاهز. مقادير الوصفة بالتفصيل بتلاقوها بصندوق الوصف. لايك للفيديو إذا حبيتوه والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. وصحة وعافية.